النهارده بتمر ذكرى فنان البعض بيعتبره ان هو ابو التحديث في الاغنيه الجديده، ان هو الاب الشرعي للاغنيه القصيره السريعه، وان موسيقى سابقه لزمنها. محمد فوزي البعض يرى انه حتى كملحن لم ياخذ حقه اللائق به زي ما اخذ حقه كمطرب. يمكن محمد فوزي ايضا كان واحد من الذين ساهموا في تطوير الصناعه، وكان صاحب شركه اسطوانات شهيره التي تحولت الان الى بعد ما تم تاميمها الى شركه صوت القاهره للصوتيات والمرئيات. النهارده بنحتفي بذكرى محمد فوزي وبنقول له تملي في قلبي يا حبيبي. شاهد جميل والنفس ما نعاني، وما دام كتمنا الهوى يا كتر ما نعاني. الذكرى 48 لرحيل الفنان محمد فوزي صاحب الصوت الجميل الذي انفرد بلون غنائي مختلف عن جيله. هذه الفترة هو شقيق الفنانة هدى سلطان. ضيعت أيامي من شوقي وهيامي، ونام بأوهامي واصحى على ناري على ناري. تعب الهوى تعب الهوى تعب الهوى ترك دراسته استجابة لإغراءات بديعة مصابني بالعمل معها، وفي العشرين من عمره نجح كملحن في اختبارات الإذاعة المصرية. أطرب فوزي جمهوره بـ400 أغنية، وبدأ التمثيل مع يوسف وهبة وسليمان نجيب. تربى على عرش السينما الغنائية والاستعراضية طيلة عقدين، فيما استعانت الجزائر الشقيقة بلحنه في نشيدها الوطني. وضع لغة غنائية لألحانه مثل شحات الغرام ومال الأمر ماله. مال الأمر ماله، ما جيناش على باله. مال الأمر ماله. ولعب على اهتمام الأطفال والشيوخ والنساء بخفته الغنائية الرائعة وأدائه المتميز في ماما زمنها جاية وذهب الليل. ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صو 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 صو، شاف القطة قال لها بس بس، قالت له نو نو. لمع أيضا في العديد من الأفلام منها ليلى بنت الشاطئ، بنات حواء، فاعل خير. محسن ليلى محسن. الله بتعيطي ليه يا ليلى؟ من فرحتي يا محسن، انا ما شفتش النوم وانت في وسط البحر. في وسط البحر وانا شايف الموت بعينيا، قلبي ما كانش بيفكر الا فيك يا ليلى. صحيح يا محسن. الذكرى 48 تؤكد ان صوت محمد فوزي كشعاع الضوء الذي لا ينكسر ابدا على مر الزمان. مها صبري، قناة دريم.